حافظت من كتاب الله عز وجل ولله الحمد، وحاصلت على المرتبة الأولى على مستوى ولاية داخلة والدكو بكالوريا شعبة العلوم الطبيعية ولله الحمد. شعور الفرحة عند خروج النتائج، خاصة إذا كنت ناجحا ومتفوقا، شعور لا يوصف أبدا، حيث يتخيل إلى ذهنك كل ما عانيته من ألم وتعب خلال هذه السنة. تحضير لهذه السنة يبدأ من العطلة الصيفية للسنة السادسة الثانوية، ويبدأ من المنزل والأسرة، حيث تكون الأسرة دورا كبيرا في هذا التحضير نفسيا ومعنويا. ولا بد للطالب من أن يتيقن أن هذه السنة سنة طويلة ومتعبة، ولا بد فيها من الجد والمثابرة والاجتهاد والصبر والتوكل على الله عز وجل. التخصص الذي أحلم به الموسيقار هو تخصص جراحة المخ والأعصاب، حيث من موسيقاري أتمنى أن أصبح طبيبة، وإن شاء الله سيحقق لي الله هذا الحلم بإذن الله تعالى. أنصح طلاب البكالوريا في السنوات المقبلة أن أولا أن يتوكلوا على الله عز وجل، وأن لا يتركوا أبدا أي درس غير مفهوم لهم، أن يسألوا وأن لا يحرجوا من السؤال أبدا، وأن يكثروا من التطبيق والاستعانة بالله عز وجل والدعاء. أحمد الله تعالى عز وجل أن أوصلني إلى هذه المكانة، فله الفضل والمنة والإحسان، وأشكر والدي العزيزان فلولاهما بعد الله لم أصل إلى هنا أبدا، وأشكر إخوتي وكل من ساندني في هذه السنة، لا أنسى لهم أبدا ما فعلوا، وأشكر طاقم مدرستي مدرسة المعارف التركية المتميز من مدرائها وأساتذتها جميعا وطاقمها التربوي جميعا، أشكرهم جميعا خالص الشكر والتقدير. وآخر دعويهم أن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.